أهلا وسهلا. شيطان إنسان قرآن فرقان عدنا سمعان رحمة. الشيطان موجود والله خلقه في الأولى. هيدي قصة عن الشيطان. إجا واحد شيطان صغير وراح لعند الشيطان الكبير الكبير، قال له ليك راحت علينا، انقطعت رزقتنا، انقطع شغلنا. في هيئة واحد إجا ما بعرف اسمه، الحكيم النبي المستنير مدري شو، الناس عم تتجمع حواليه بيحكي كلام بيسكروا فيه، ما راح يسمعوا لنا. يا اخي لك شو بدنا نعمل؟ نقطعت رزقتنا. قال له اقعد اشرب هالكيس ويسكي وسكار، وهيدا الدخان عندك وما تخاف، انا بعت كله لتحت. قال له ما لقيت ناس عندهم قرون وعندهم لفة وعندهم ذيب ذنب وهيك يعني شكل شياطين؟ قال له لا، دود الخل منه فيه حيبية حرامية، جبت لك كم واحد وصاروا حلفاء معنا مش خلفاء، اشتريتهم، المال بيشتري الدنيا. قلت له نسمعوا له وحكومة له بكل لطف وتهذيب، بس الشرح والتفسير يكون عذابنا. كل شغلة بدك الناس تسمعها حط لها غلاف ديني، قول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والروح القدس، المسيح قام، حقا قام، كذا، بس يسمعوا عم تحكي مسيح، محمد، علي، بودا، كريشنا، رابع، الحلاج، باطنية، احكي لهم، اسمعوا كلامهم ولا تفعلوا افعالهم. انا ما بدي اسمعوا ولا كلامهم ولا افعالهم، بدي استفتي انا. وفسر الماء بعد الجد بالماء. واليوم ما في كبسة زر، خلص اجت التكنولوجيا، اجى العلم، ما بقى في الا اذا انت بدك تتكل. ما بدي اتكل على التواكل، مش ريليشن شيب او ريليشن شيب، ريليتنج، التواكل والتواصل مع الوصول. اذا ما في جذور ما في عطور. كل ما طلعت على راس الجبل طلع على السهل، على الوادي، إذا ما في هاي ما في هاي. قد ما فيكم انت بهالحضرة. انتبه، اليوم على الطريق بتطلع ما في إنسان إلا قاعد عم يهز إجره. بيقول ليش عم تهز؟ لأني معصب ما بعرف ليش، لأنه هلا شفت واحد هيك. انتبهوا. مش لحق الحق على فلان. أنا السبب. أنا عم بتناغم مع الأمراض، ما بقى عم بتناغم بالطبيعة. شوف الخريف والصيف والربيع كيف كلهم بيرقصوا مع بعضهم، كيف كلهم بيتناغموا، ليك العصفور، ليك الشجر، جبل يحبنا ونحبه بمعركة بعض. هالتناغم اللي بيصير فينا، أمور الشجرة، كلنا عنا إشارات وبشارات، بس تعرف إنه الله بيحبك. خلص أنا ضعيفة بالليل وحدة، بقول بدي جماعة، بدي جار، بدي شيء، ناطرة جمعة اثنين ثلاثة شهر بطلع من عند الخنشارة، بضل اشطف زوم من هون، وبعدين في رجال ومرته واولاده، يعني بضل ضيعة. مي شرب فنجان قهوة قاعدة معنا، والبنا يعني بيقولوا كلكم تعالوا شوفوا خليل كيف باني هالبناية، كان اسمها بناية توين تاورز، لا بيت الأصحاب، الصاحب بيسحب، بس واحد يقعد بالبناية رح أقعد حده، وعندنا حارس البناية خلص. فإذا كلنا حراس، شو عم نحرس؟ شو عم تحرس هالبناية وهالدور؟ في شي مرة زرت حارس البناية؟ في شي مرة زرت الفلاح تبعها؟ في شي مرة شفت كيف بيناوها الخدم عندك؟ أنت عندك القصور وعندك هيك، وهن بغرفة صغيرة 30 40 واحد فوق بعضه. روح شوف بهالحبس، شوفي ناس، هيدا لأنه سرق رغيف صار صفيح، وهيك سرق أرض خدمت ما هي بالشمال وبالجنوب صار رجل أعمال.
يلي سرق الكتاب صار معلم مدرسة. بس لو فقر رجل لقتلته. أنا مش كافر، الجوع كافر، الفقر، الجهل، اللي بيضربوا الولاد بالمدرسة كيف عم تضربيهم وليش؟ ما فرقت معه، شو تضربون هيك بيتعلموا. هكاك بده يموت كبير، خليه يموت صغير. انتبهوا، بدي انتبه بي اوير، يقيني يقيني. اهلا بقاتل فزت ورب الكعبة. يا حبيب قلبي، ما في موت، في موت الموت. بس بدنا نفوت بحالتينا. أنا عندي الكتاب هيك حلو كتير وبقرا فيه وبسكر. خبرتكم يعني بس اخلص بكتب كل هالكتب حطوه بخط ايدي يمكن ما عاد اكتب لانه هذا كتاب الله المقروء والمنظور بس ما فيني بلا جار اذا ما قدرت بلبنان روح على سوريا ما قدرت بسوريا بالاردن بالعراق باي بلد عربي لان وين ما رحت يعني اذا شفت ايراني برا بحسه بيقربني اكثر من غيري بيقول السلام عليكم بضل عنا عشق للجذور مطرح ما رحنا لو وين ما رحت وتكرمت حس حالي قاعده بفخاره يعني ببو بس هون بجذورك انت بكل الام العربيه اذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن المحنه منحه بنت كيف بتستخدمها شو ما صار قول الحمد لله الحمد لله ليش كنت رح اوقع؟ لاني كنت مش عم فكر فإذا مشي على الطريق قولي الله 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 انتبهي كيف بتدعسي وين بتدعسي انتبهي هيك ما تعرفي تفكري شو رح اشتري شو رح اجيب اي شيء بدي اجيب هلا بدي اجيب لا انت عم تمشي عم تمشي انت عم تاكلي عم تاكلي انت عم تمضغي عم تمضغي كل واحد شو عم تعمل بهاللحظه بكل لحظه فيها يقظه